يؤكد للجميع أن دورتنا ماضية إلى الأمام، أننا ماضون لتحقيق النصر، ماضون بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة الأحرار، هي دعوة نوجهها للجميع للاحتشاد يوم غد السبت الساعة 10 صباحا للانطلاق بمسيرة مليونية سلمية نرفع فيها الأكف البيضاء، نرفع فيها الأكف البيضاء لنقتلع عروج الطغاة، نجدد فيها الأرض لكل الثوار، لكل الشهداء، لكل الأحرار، أننا ماضون في ثورتنا حتى النصر. أيها الإخوة الثوار، ونحن نعلن للجميع وندعو كل أبناء اليمن، نقول لا عذر غدا لمتخلف، لا عذر لمن يتأخر غدا، ونوجه رسالة لكل أبناء اليمن أولا، إننا ماضون في الغد، وكما أعلنت اللجنة التنظيمية سوف نمر من شارع الزبيري ليس هجرا على الذي قدم روحه لأجل أن تحيا اليمن، ليس لأجل أن يحيا علي عبد الله صالح ولا عايد علي عبد الله صالح. وغدا ستمر مسيرة أبناء اليمن من شارع شهيد اليمن محمد محمود الزبيري. أيها الأحرار، هي دعوة ثانية، هي دعوة ثانية نوجهها لكل أحرار العالم. إن هذا النظام يهدد بأنه سيقتل وسيذبح وسيقنص وسيغتال، نحن نقول لن نخاف ولن نخشى إلا الله، وندعو الجميع، ندعو كل القنوات الفضائية، ندعو كل المنظمات الإنسانية، ندعو كل أحرار اليمن وأحرار العالم أن يكونوا غدا معنا شهودا على سلميتنا. ندعو الجميع، ندعو كل من له قلب، كل من يحب اليمن، كل من يريد أن يتعلم دروس الفداء، دروس السلمية، أن يكون غدا حاضرا مع شباب الثورة. غدا ستخرج المسيرة، نجدد الدعوة للجميع، نجدد الدعوة لكل القنوات، لكل المراقبين، لأن يكونوا معا برفقة المسيرة. نقطة التجمع ستكون في ساحة التغيير، في ساحة الحرية، في ساحة جامعة صنعاء، ومنها سننطلق بإذن الله وعلى بركة الله. غدا صباحا نكرر أن سيكون صباح غد السبت الساعة 10 بإذن الله، نكون جميعا